للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، أحدثت لجنة يقظة اجتماعية بإقليم بركان، مهمتها الأساسية دعم الأسر المعوزة من خلال مبادرات إنسانية وتضامنية، وذلك باستخدام برامج معلوماتية متطورة. محمد بلاوي ورشيد العتابي. هكذا تبدو الصورة هنا بمقر عمالة إقليم بركان. لجنة يقظة اجتماعية تستقبل مكالمات المواطنين المحتاجين للدعم، وعبر برنامج معلوماتي متطور يتم جمع قاعدة بيانات للمستفيدين يتم اعتمادها خلال المرحلة الثانية للدعم، مبادرة ترم التسهيل وتبسيط عملية دعم الأسر المحتاجة وتقنينها. وهذه لاكارت هذه إلى لاحظنا القراءة ديالها فيها ثلاثة نقاط، وهو نقطة خضراء ونقطة حمراء ونقطة صفراء. النقط الحمر هما النقط اللي خصهم يستافدوا اللي تحينوا وكاينين في لاكارت، أما النقط الخضراء هما الناس اللي استافدوا وتعطات لهم المساعدة، والنقط الصفراء هما الناس اللي تم كانوا استافدوا ديجا إما بشي جمعية أو استافدوا غير مؤخرا بشي إعانة. هاد الخلية اليوم اللي تتعمل على تقوية أواصر التواصل مع المواطنين بغرض جميع قاعدة بيانات جديدة اللي غادي تستافد من هاد الإعانات والمساعدات الاجتماعية اللي تشتغل عليها الهلال الأحمر، واللي ما تسعت لهم في الفرصة أنهم يستافدوا من المرحلة الكبرى في العملية الأولى. وبالتالي هاد الخلية هادي تشتغل بدون انقطاع بالتواصل مع المواطنين من أجل حصر قاعدة بيانات جديدة اللي غيتم اعتمادها في المرحلة الثانية. هذه المبادرة الإنسانية همت توزيع المواد الغذائية الأساسية للأسر المعوزة وتقديم خدمات التوصيل للمستفيدين من أسر مغربية ومواطنين من دول أفريقية، مبادرة تركت الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين. شكرا بزاف مع الناس ديال بركان اللي عطيني هنا شويه هذه ماكله هذه مردي ديال الدواء كلشي ما كلش برا. جابوا لنا هذا القفه ديال الاخوان المساعدين للمساعده ديال المحاربه ديال كورونا ان شاء الله، نطلب الله يوفق الجميع ان شاء الله. لا احنا في الديور ديالنا الحمد لله احنا ملتزمين بالحجر الصحي، ونطلب الله يوفقنا جميعا. عملية توزيع الدعم هاته التي توظف فيها برامج معلوماتية متطورة يشرف عليها الهلال الأحمر المغربي ببركان. الفئة المستهدفة هما دوك الناس اللي ما يقدروش يخدموا، هما الناس اللي كانوا يعيشوا بهذاك القوت اليومي، هذاك السيد اللي يبيع الكروسة، هذاك السيد اللي يدفع الكروسة ويخدم ذاك النهار في الليل، هذاك الشيء اللي يقوره هو اللي غادي يدخل به لولاده. إذا كان مثلا هذا الحجر الصحي ما غاديش السيد يخدم، إذن غادي يبقى بلا ماكلة. لهذه الفئة المستهدفة ليها لهذه الإعانات ديال الهلال الأحمر اللي هم اللي غادي تمشي بطبع بالمساعدات ديال المحسنين. الواجبات الغذائية اللي كاينة تقريبا كاينة 17، كاينة الزيت، السكر بالقالب والسكر كاسي، أتاي، العدس، الحمص، أتاي، القهوة، جافيل، وصابون تاع اليد والتحميرة والرز. هذه العملية الاجتماعية تأتي في إطار الأعمال التضامنية التي باتت تفرضها الظرفية الحالية التي تمر منها المملكة، وتستلهم مرجعيتها من قيم التضامن والتعاون انطلاقا من محاولة تخفيف معاناة الأسر الهشة والفقيرة في حالة الطوارئ الصحية.